نعم. جود مورنينج مدام رشا، مع حضرتك احمد من الريسبشن. اهلا. يا ترى حضرتك هتعملي النهارده تشيك اوت ولا هتمدي؟ لا همد كام يوم. طب يا فندم، هو للاسف يعني في مشكله في الكريدت كارد بتاع حضرتك. مشكله ايه يعني؟ مش فاهم. واضح انه تقريبا معمول له بلوك يا فندم. طب خلاص، معلش انا هتصرف، هعدي عليكم لما انزل، بس ممكن من فضلك مش عايزه ازعجك تاني. هاوس كيبنج؟ هو انت مش شايفه البتاعه دي ولا انت عامية؟ انا اسفه يا فندم، بس دي مش نوتستر. اهي ارتحتي؟ شكرا. سيبوني في حالي بقى. نديم، تعرفت مكاني منين ودخلت هنا ازاي؟ انا اعرف كل حاجه. تبقى مراقبني زي ما مراقب وليد. اهو وليد ده هو اللي جابني هنا. قتلتيه ليه؟ قتلت مين؟ وليد اتقتل؟ الحاجات اللي خدتيها منه مش هتحميكي ولا هتلوي دراعي. انا واذا فاكره ان كلمه كده ولا كده في التحقيق هتجيب رجلي، مش هيحصل. شعرك وبصماتك اللي كانت عند الحيوان اللي كنت معاه، أنا اللي خفيتها، وأنا اللي أقدر أخفيك أنت شخصيا. وليد اتقتل بجد؟ ولا أنت بتقولي أي كلام؟ ما تعرفيش؟ والله العظيم ما أعرف. ما تبوظيش الحلفان، ما تلوثيهوش. قتلتي ليه ولا مين اللي قتلهولك؟ انت بتتكلم بجد؟ يعني وليد اتقتل بجد؟ ده لسه كان معايا من كام ساعة. ايه اللي بداية يا كبير؟ يا جامد يا حريف، تروح تقتله وتيجي تتهمني بقتله، تقوم ضرب عصفورين بحجر وتخلص منا احنا الاتنين. هي هتقلب معاكي هبل، انا عارف. لا ده مش هبل، ده هو ده اللي حصل. ولا انت فاكرني مش فاهماك؟ طول عمرك بتقول انك حاطط استيكه في جزمتك عشان تمسح اللي وراك. لا يا نديم، المره دي لا، مش هنولها لك. البلوه تبليك وتجيب اللي فيها فيك كده. طب ايه رايك ان وليد قال لي انك مسلط عليه عماد القط، وقال لي ان طالما فيها عماد القط يبقى انت ناوي على الدم؟ ويا عالم بقى قال لي كام واحد غير الكلام ده، وكم مرة اسم عماد القط ده هيجي في النيابة؟ وإيه كمان؟ بعبعي في الراجل اللي عندك. يبقى الواد جالك قالك الحكاية فيها عماد القط، قلتي فرصة وجات لحد عندي تقتليه، ولما يلاقوا الصور عنده تيجي رجلي. وبعدين واحد يرمي كده كلمة القط في التحقيق، اخد انا فيها اعدام ولوجي تورث كل حاجه، وساعتها مين الواصي على لوجي؟ ام لوجي. ياه، تصدق انا لو بفكر بالطريقه دي كنت احترمت دماغي قوي. فاتك حاجه واحده بس، اني بطلت البس المريله، ما باخدش سندوتشات معايا وانا رايح المدرسه. فوقي أنا اسمي نديم فخري، لو ناسي أفكرك. الصور معاكي ولا النيابة هتلاقيها في بيته؟ معيش حاجة. يعني هناك؟ معرفش. قولي خلينا ألحق أتصرف. قلتلك معرفش. لو ما تعرفيش يبقى أنت فعلا في ورطة كبيرة. وأنت بقى جاي تنقذني؟ أنا جاي أقولك إن اللعب بالنار له أصول، اللي ما يعرفهاش يحرق نفسه من غير ما يدرى. الصور فين؟ الصور فين؟ أكيد في بيته. طب قومي على فين؟ قومي هتعملي تشيك اوت دلوقتي حالا. قولي طب ناويين على ايه؟
ناوي على ايه يعني؟ هلم وراكي. ورايا انا؟ امال ورا مين يا حيوانه يا بنت الكلب؟ ورا مين؟ وانا بعمل حاجه غير اني عمال اصد من اليمين والشمال؟ انا خلاص بقيت متفرغ لك. هو انا عارف اشتغل؟ انا كل اللي بعمله ان انا قاعد الاحق على بلاويك اللي جايه من اليمين والشمال. يلا 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 ملعون ابوك الابو اليوم اللي شفتك فيه في ساعه واحده. انزلي. ما كمل الاول كان لازم يعني المرمطه والبهدله. انزلي وحياه ربنا لو مديت ايدك عليا تاني انت حر. هتقتليني انا كمان مش كده؟ قلت لك ان شاء الله اعدم بنتي ما قتلته. هي ايه قايله ايه جتت وخلاص؟ لازم يكون انت، يمكن يكون واحد من اللي بتعرفيهم. انت فوتت تماما. انزلي. علشان او بيبني مستقبله. بيبني مستقبله ده على اساس ايه بقى؟ اني حجبش وهديله؟ هو انا بقى حلتي حاجه؟ ده انت حتى الفاز اللي طلعت بيها عملت لها بلوك. لذلك ما تدفعش فلوس. مش هرد عليك. لوجي يا لوجي. بنتك مش هنا. العربيه تكون عندي الساعه 7 بالثانيه. كل حاجه ترتبت تمام. أنا مش موافقة. أنا ما باخدش رأيك، أنا ببلغك باللي هيحصل. أنت عايز تسفرني ليه يا نديم؟ ما أنا قلت لك بلم فضايحك. عايز تلم فضايحي ولا عايز تلبسها لي؟ تعمل البلان اللي في دماغك. تسفرني وتلبسني القضية وما أعرفش أرجع أنا. وأنا لو عايز ألبسها لك أهربك؟ أنا ما عملتش حاجة أصلاً عشان أهرب. عملتي ما عملتيش، أنا شايف إن الصح دلوقتي إنك تسافري وهتسافري. هي دي دايماً مشكلتي معاك. اللي أنت شايفه دايماً هو اللي صح. وانا على طول غلط. العفو. انت اللي صح. او اللي احنا فيه ده كله بسبب مين؟ مش بسببك. لو انت ست محترمه كان حاجة من دي حصلت؟ ولا أنا غلطان؟ جاوبيني لو عندك إجابة. أنا حجزتلك هولندا وفيزتك شنغن. تقدري تروح أي مكان في أوروبا. كريدت كارد اللي معاكي هفتحهولك وهحولك فلوس على حساب هناك. خدي ده كمان خلي معاك احتياطي. السواق اللي جايلك هسيبلك معاه 5000 يورو كاش لحد ما الفلوس توصلك بكره ولا بعده. بتتعامل على اني خلاص وافقت؟ العربيه جايه الساعه 7 وهتوصلك المطار، واللي انا عايزه هيتم. مش هقعد انا ابني في سنين وتيجي انت تهد في يوم. رايح فين؟ رايح افضي دماغي لشغلي بقى. ما انت طول عمرك مفضي دماغك لشغلك وبس. مش هي دي الحقيقه؟ لا. راجع الشريط كويس وانت تعرفي الحقيقه فين. الحرس اللي بره عندهم تعليمات ما تخرجيش غير في العربية اللي هتوصلك المطار، مفهوم؟ اوكي. موافقة بس بشرط. بنتك؟ هبعتها لك تسلم عليها قبل ما تسافري. ولو اني عارف ان مش ده الشرط اللي في دماغك. بس قلت احرجك. يمكن تحسي مرة ان بنتك اهم من اللي بتفكري فيه. أنا ما يتشرطش عليا، أنا أشرط على أمّة.